برامج اللي بحر معناها هذايا الصيانه بتاع المراكب فهمتي ولا راي المحكمه اللي تدريها تعطى حكم باش تمشيو فهمتي ولا القوبو طلعوا في هيك ما رانا كان الواحد الوزير يهبط مقرر يقول ما يتفتش الحكم هذا فهمتي ولا وعمل حكم معناها مشى شكا هو وعمل حكم بدني معناها في المحكمه المدنيه حكم جابت لنا على المحروقات هذه المحروقات اللي اعطتهم لنا الاداره اللي اعطتهم لنا الاداره قالت لنا هبطت لنا بالملايين واحد 120 مليون واحد 130 مليون واحد 140 مليون يلزم نخلصوهم هذوما كيفاش يقولوا هما الدعم بتاع المازوت فهمتي ولا ترجعوا فلوس معنا للدولة بعد ما عملت لنا وبعد ما عملت لنا رجعت لنا ثلاث سنين يلزمكم هاك الدعم اللي خذيتوه ترجعوه وهي اعطتهم للاداره كشيء الاداره وكل شيء بتاع الاداره. عندنا الحق فيه. عندنا الحق فيه، فهمتي ولا تو طالبه باش نرجعوا له، ولا ما تطلعش صيانه الفلوكه بتاعك. من قضيه المحكمه الابتدائيه حكمت لصالحنا في دوله القانون والمؤسسات، يا لندرا ما يمشيش الحكم المحكمه، ما احناش فاهمين نحبوا توضيح هكا، موقف على الخدمه فيكنا ما تقومش بالصيانه. بالكل منع باتك. هبط مقرر تو الوزير حتى ل 2026 يا لندرا الفلوكه مش تستنى حتى ل 2026 الفلوكه مش تقتص طلباتنا اليوم يجي يسوي فما عندنا يجي قرابه ال 500 ولا قداش اوراق معناها فليك ما غير اوراق ما غير معناها ما غير فهمتي ولا ما غير رخصه صيد وما غير واحد يجي يسوي لهم وظائفهم ويريق لنا النشاط هذا ياكل ونحيو الكيس قلنا يجي توا قرابه من 2017 ولا 2016 حتى واحد ماخذ قال لي كبر محرك ما ينجمش ما يعطيوش الاوراق العباد تحب تكبر محرك عباد تحب تريق الفلايك عباد كل شيء ما عندكش الحق هذا الناس الكل ايش قالت؟ قالت راهو اذا ما سويناش وضعتنا الدوله ما سمعتناش اذا الدوله ما سمعتناش قال لك لخيانه الكل واذا كل شيء راهم يخموا باش يهزوا صغارهم ونساهم ويعملوا هجره جماعيه. اسمي مجيد السافي بحار في فاقس فهمت بالنسبه لي انا احكي بكافه جميع البحاره قرقنا سيدي منصور فاقس نحكي باسم البحاره الكل هذا اسم هذا حاجه اللي مش نحكي بها انا راهم متفقين عليها البحاره الكل. احنا طالبين من الدولة تصفية الأوراق خاطر عمرها ما كان فلوكة أوراق مش مريق لا تخدم القانون رجل لي أوراقي ودعمني وأنا مستعد نحيي الكيس سيد العشوية مستعدين نحيوه ورجلنا أمور المحروقات هذه اللي الدعم عنا الحق فيها احنا الدعم تاع 4 سنين التالي يجي يطلبك فيه هو توا وقت لي احنا سي المازوت هذاك حرقناه وحسبنا عليه العباد وكذا وجي اليوم تقول لي أنا كمجاهد جيني تقول لي رجع لي 100 مليون ولا 150 مليون من عندي أنا ما عنديش انا باش نرجع الدعم هذاك اللي خذيته من 4 سنين نجي نرجعه لك تو نجي نرجعه لك تمنعني انت باش نطلع فلوكتي نعملها الصيانه نتاعها وكذا فلوكتي كي تقعد عام ولا عام ونص على البحر راي اعتبارها مشات حديد يولي تاكل في بعضها الفلوكه فلايكنا مش تغطس احنا تو في البنكينه نباتوا نميحوا فيهم الفلايك ولات كلها تضربت بهذه البرومه ها تعرفها انت وريتها وريناها لك هذه عام عاها ولات للفلايك الكل اللي طلع ترى تصير فور فلوكته كامله بدلها باللوك بتاعها.